اه طبعا هم أدوا جمهور الاهلي لو كان في لعيبه الاهلي مثلا تستاهل 9 من 10 او 9 ونص او 10 من 10 في بعض اللعيبه او كل اللعيبه، جمهور النادي الاهلي النهارده هو 10 من 10 من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. قدم حاجه رائعه في كره القدم، ممتازه، قدم يعني حاجه حلوه قوي، المسانده والمؤازره وعدم الخروج من اي نوع وباي شكل من الاشكال، وكانها البدايه. عايز يقول انا كمان بقدم بدايه حلوه قوي 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 لكل الفرق، مش للاهلي بس، ان اللي كل واحد يلعب على ارضه، كل واحد في الحته اللي هو متعود عليها، يلعب في استاد القاهره ب 60 و 70 و 80 الف متفرج لو متاح. احنا عندنا يعني جهازنا وجهاتنا الامنيه والناس اللي موجوده زي ما قال لنا كريم احمد، مفيش تسهيلات احسن من كده، مفيش يسر احسن من كده. اسمع، طيب اسمع، ده اللي بعت لنا في الاستاد، اسمع بيقول ايه.